السلام عليكم اخوان، بخيرين؟ هاني كلشي مزيان، الصحة بخير. اليوم غنتكلمو على حوج انواع ديال البوري. كاين البوري حر، وكاين البوري سميتو ليه، وكاين البوري عادي. هذا البوري، هذا تقاوى، هذا بوري حر، اللحم ديالو قاصح. هذا بوري عادي، شتي حتى هو راه كيوصل ليه، شتي كيبان لك القشره ديالو، دي حرشه بزاف ودي ملتها، فهمتي. و كاين الفرق، بوري عادي الفوم ديالو، الفوم كيديروك. هذا كيخدم غير شويه، تحيد لي غير الراس ديالو وديرو شويه فقط في حيت فيه واحد شويه الزفوريه هنا. هذا بوري تقاوى، بوري حر. علاش؟ ابو فمو كيدير بوري بوشفه، عندو الشفة ديالو صفحة هادي فوقانية بحال ديال بنادم، فوقانية تحتانية، شتي. إلا جينا نقارنو الفم ماشي بحالها، شتي. هذا بوري عادي ولكن معندوش القومة الفوقانية، معندوش القومة. هذا بوري حر، هذا غالي، هذا مزيان. هذا كيجي في الشواية وكيجي في الفران وكيجي في الطواجن، شتي. هذا هو ما كاين، بوري عادي تقاوى. حياكم الله.